قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ما ولا ولا وإن المشبهات بليس. بارك الله فيك. بارك الله بأعمال ليس أحملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسط حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمجزم حيث حل وبعد ما وليس جرا بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر بالنكرات أحملت فليس لا وقد تلي لا تو إن ذا العمل وما لي لا تلي سوى حين عمل وحذف يرفع فشاء والعكس قد. قال أعمال ليس أحملت ما ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر أعمل ما أعمالها بشرط أن لا يقترن اسمها بإن وأن لا ينتقض النفي وانتقاض النفي إما أن يقترن خبرها بإلا أو أن تتكرر أو يبدل من خبرها مثبت فتقول ما هذا بشرا هذا اسمها وبشرا خبرها منصوب. في آية أخرى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه سورة المؤمنون انتقض النفي بإلا بطل عملها لأنها تعمل تشبيها لا بليس وليس ما فيه. كذلك لو قلت ما إن زيد عالم لا تعمل لاقتران اسمها بإن كذلك لو أبدلت من خبرها مثبتا فقلت ما زيد شيء إلا شيء لا يعمل به لا يعبأ به كذلك لا تعمل. كذلك لو كررتها لأن نفي النفي إثبات تقول ما زيد عالم بالغائب لا تعمل وبنو تميم لا يعملون شيئا ذلك تسمى ما الحجازية. بنو تميم كانوا يقرأون القرآن بلغتهم يقول ما هذا بشر ما هن أمهاتهم واضح. أنا أقول أعمال ليس وعملت ما الشرط الأول أن تكون دون عين مع بقى النفي وذلك ثلاثة أشياء وترتيب الزكم يشترط الترتيب أن لا يسبق خبرها اسمها ولا يتقدم معمول خبرها على اسمها فتقول ما زيد قارئا كتابك لو قلت ما قارئ زيد كتابك ألغيت ولو قلت ما كتابك زيد قارئ بطل عملها لتقدم معمول الخبر على الاسم واضح. أنا أقول يترتب الزكين وشذ قول الفرزدق رحمه الله تعالى إذهم قريش وإذ ما مثلهم أحد قدم الخبر وأعملها قالوا تميمي أراد أن يتكلم بلغة حجازية فغلط الله قال مع بأسرة سبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني أنا جازر إذا كان معمول خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا وتقدم على اسمها لا حرج لأنه كلا شيء فتقول ما في الدار عمرو جالسا ما بي أنت معني جازر الله ورفع معطف بلكن إذا عطفت على خبرها بلكن أو جل رفعت تقول ما زيد عالما لكن جاهل ما زيد عالما بل جاهل ترفع ما بعد إذا عطف ببل ولكن رفع ما بعدهم على أنه خبر للمبتدأ مضح فإن عطفت بغيره لكن وبل نصت تقول ما زيد عالما ولا تقير ما قوله بعد ما وليس جرا بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر قال فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغلم جر الخبر وبعد لا وكذلك بعد نفي كان وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ يجشع القوم أعجلوا الشنفرة اليمني. أنا أقول وبعد لا ونفي كان قد يقرأ وبعد لا في النكرات لا تعملوا في النكرات لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين في النكرات وعملت فليس لا ترفع اسمها وتنصب خبرها تقول تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية واضح؟ لابد يكون في الشر ولابد يكون معمولها نكرة في المعنى قد تنينات وإن العمل كذلك إن تعملها العمل يعملها بعض العربهم أهل العالية وقرئ بلغتهم إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم وبعض النحاة لا يذكروا إن إن هو مستوليا على أحد إن المرء ميتا من قضاء حياته والله ولا تتعمل هذا العمل لكن بشرط أن يكون معمولها أن يكون في الحين خاصة بشرط لا تعمل إلا في الحين خاصة لا ساعة مندر لا ساعة خير على الكفار ولا حين مناصب ولا تجمع العرب بين معموليها والغالب حذف اسمها وبقاء خبرها كالقراءة ولا حين مناصب وربما عكسوا وقرئ ولا حين مناصب
بإبقائه لسن واحد الخبر وتقدير ولا تحرم عاص لهم أنا قولي وما لا تدري سواح عن وحذف للرفع لسم نشأ والعكس وهو حذف الخبر قل الله صلى الله عليه وسلم.